الحر أول ما ابتدى خون قتل غدر أخوه وعاش بجنون في جوف ليلة والظنون 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 إنسان يبقى هو الإنسان يبقى هو الإنسان صفك وينصرك ويكون لك ولا يكون سام ابدا ما في شيء يا هند. ما لايق عليش هذا الكلام، خبريني ايش فيه. رحمة يلا تكلمي. انا اعرف ان ما عندك هند. انت باغيه فلوس؟ طيب خبريني حال ايش. كل اسبوعين نرجع للمدرسه، وانا بصراحه محتاجه دروس تقويه في 3 مواد رئيسيه. بس بدون ما تبسبسي اكيد بتاخذي الدروس. طيب هذول ما قل عن 90 ريال في الشهر، كيف بدي تصرفي؟ لا تخافي بتتدبر. وبعدين يلا قومي يا رحمه تعشي قبل ما يجيش قب العود على راسك. يلا بتخدم عند العمة وعد؟ أكيد إذا احتجت بسألها، وهي الله يخليها ما بتقصر. وأخيراً عرفتيها زين؟ يمكن لأني ما كنت عارفة نفسي، يمكن ما كنت حاسة بحنانها لأنها كانت كثير جادة لأسباب خاصة فيها إحنا ما نعرفها. بس اللي عنده قلب مثل قلبها ملاك، مستحيل تأثر فيه شياطين الإنس. وهي مهما حصل صابرة
وصامدة، يمكن قدرها إنها تعيش وحيدة. يمكن هناك حكمة في اللي يصير لها الحين واللي صار لها من قبل. يمكن حياتها هي ذكرياتها الباقية اللي ما قادرة تنساها. على الأقل اتذكر إني في يوم من الأيام نقدت مبارك من عيد ماجد وهو بين الحياة والموت. ماجد تعال، منصور تعال. بس أنا مو سويت بكم ولا كلمة. خلوني أقولكم. سويت بعدك. بس بيموت. خلي بعده. لا اله الا الله محمد رسول الله. هل قم قم تعال. وين وصلت بأفكارك؟ حتى أنا جاني من تونس منصور لحد من كم يوم. وليش ما خبرتني؟ ما حبيت أضايقك. حاولت أبعده بالفلوس لكن توقح وجاني المحل. كان يظن أني بعطيه بعد. ما يدري أني ما عدت أخاف أمثاله. أنا أريد أعرف هو إيش يريد؟ وليش ظهر الحين؟ إبليس ما يجي إلا والشياطين والزبانية معاه. من تقصدك؟ المعنى اللي وصل لراسك وما تريد تقوله. رجع النمرود ماجد ورجع كل السفلة معه. ما أظن إنه هو طلب منه إنه يجيكي أو حتى يجيني. أنا متأكدة من هذا الشيء. على العموم أنا بلغت عن منصور وهو محجوز في المركز. أكتبوه تعهد إنه ما يتعرض لك مرة ثانية. عارف وبيطلعوا بكفالة واحد من الأشخاص، بس اللي أنا متأكدة منه إنه هو بيكفل. عمي على مهلك علشان ما يجيك شد عضلي. عمكم مهموم كثير يا شباب. ايش بغيت تقول يا ابو الفضل؟ ارجوك لا تقص تخوفنا عليه. اذا كان على صحته فهو بخير، حتى كان البارحه سهران معنا وجالس يحكي سالفه قصه ذواق الاولاني. والبارحه كان معي، كان يكلمني عن شيء من الماضي وده شيء بخوفني. كلام المستمر عن الماضي سواء احد طلب منه ذلك او لم يطلب. يفضفض يا ابو الفضل، يفضفض. ايش فيه؟ انا ما قلت انه فيها شيء، بس يا اخواني ده شيء مضايقني بدون ما اعرف له سبب. وانت فهمت شيء من اللي هذا قاله؟ اتوقع ان ابو الفضل خايف على العم انه يتراجع ويحبط ويسافر من جديد، علشان كذا هو منشغل عليه. كلنا ما نريد العم يفارقنا، كلنا ما نريد. بس اذا كان اللي خايف منه ابو الفضل صاير، فالاجدر بنا ان نكون معاه على طول وما نفارقه لحد ما نسمع كل اللي خايف. حركه يا شباب. ما معقول الأخ ماجد الحاج.
ايش الفرصة سعيدة؟ يا مرحبا بالحاج. باين عليك انك دايما تعمل رياضة هنا. 3 مرات في الاسبوع. هذه اختي رقية. وهذا يا رقية الاخ ماجد من كبار رجال الاعمال. فرصة سعيدة. انا اللي اسعد وتشرفت بمعرفتك. احنا ما التقينا قبل كذا؟ والله ما اعرف. رقية يا اخ ماجد كانت في يوم من الايام زوجة لاخوك زايد في الفترة اللي كنت انت مسافر فيها. اسمع، حصل نصيب وانفصلوا. الله يكتب لها الخير في ايامها اللي جاية. ممكن تشاركيني همي؟ يشرفني يا الحاج اني اخطبها لنفسي. في الحقيقة انت فاجأتني يا ماجد، يعني انا ما اعرف كيف ارد عليك. انا اللي اسف الحاج. يمكن فاجأتكم بطلب، بس انا جاد فيه وانتظر ردكم. ارجو انك تعتذر لي منها، انا ما قصدت الا اللي قلته. خبرها اني اريدها تتزوجني وتشاركني هم. اشارك هم؟ يريدني اشارك هم؟ هذا اللي قاله هو يطلبك للزواج. وانت كيف تشوف طلبه؟ لاول مره يشوفني واشوفه وفي مكان عام وطلب ايدي للزواج علشان اشاركه همه مثل ما قال. انا سمعت عنه قبل لا اشوفه او اتعامل معاه. هذا الانسان ما يخلى من الاشياء الغريبه وغير طبيعيه. بس انت طلبت تشاركه وهو رفضك. انا خمنت انه قاصد يكون وحده ضد زايد. عموما انسي هذا الموضوع وكانك ما سمعت شيء. لا ترد علي يا اخوي الا لما اقول لك. يعني انت فعلا بديتي تفكري بالموافقه. ما ادري يا اخوي، تتكلم كانك تقول انه سيء. انا اتكلم عنه واقول انه هذا الانسان غريب الاطوار. تفكيره في شغله شيء وفي حياته العاديه شيء اخر. طيب قولي كل شيء تعرفه عنه. اخاف اظلمه اذا قلت، واظلمك اذا سكت. بصراحه زايد كلمني عنه في يوم من الايام وقال لي ان هذا الانسان غير طبيعي وعنده افكار مجنونه تخليه يسوي اشياء غير متوقعه وغير طبيعيه. صح، اول مره يشوفني ويطلب ايدي للزواج حجة انه يريدني اشارك همه. انا ما اضمن، يمكن يكون بكره غير رايه وكانه شيء ما صار. اهلا وسهلا، زارتنا البركة يا رقية. بس ما كان يحتاج تجيبي واسطتك معاكي. أنا عارفة إن رضية مشغولة مع زوجها ومرضى الله يشفيه، بس فعلا كنت محتاجة إنها تكون معي. اللي مثلك ما يستاهل إلا الخير. طيب شوي يوصل مدير المحل عمران وبنتكلم في تفاصيل التعاون معاكي، ولا يهمك. على فكرة أنا خايفة الأخ هلال يزعل عليه، لأنه بصراحة كان كثير متعاون معاي لأبعد الحدود. الموضوع ما طلع بعيد لأنهم أخوان. يلا شربوا القهوة الحلوة الأكيد وراها سالفة. خبريني يا رضية، يا ترى إذا سألتك عن أخوك ماجد كيف بيكون ردك؟ لا أحسن ما أسألها، وأنا مثل ما سمعت من زايد إن ماجد هو سبب تعاستها. ومن ذاك اليوم أنا رقية ما تحلالنا للقهوة الحلوة. على فكرة يا رقية، طول الوقت أنت سرحانة، مع من كان تفكيرك؟ دلال هي زوجتك الثانية؟ الحب الحقيقي في حياتي كلها دلال. أعذرني يا عمي على السؤال، إذا كانت ما تشبه فكيف يكون فيها شيء منها؟ كيف انت لمجرد النظرة ميزتك؟ الشبه يا ولدي ما بالضرورة يكون في الشكل. احيانا الشبه يكون في الروح، في الطلة، في جاذبية الشخص اللي تقابله.
لمجرد اني شفت عيونها من القرب حسيت انها اقرب الى دلال. السبب اللي جمعني فيها بيوم من الايام. ما تعتقد ان ظلم ليها لما تتزوج وانت تشوف فيها ظل انسانة ثانية؟ كل الظلم اذا كان هذا منطقي معها. لكن ورب العالم حسيت انها كانت تنتظرني وما خبي عليكم انا كنت ادور عليها. هذا الاحساس يا عمي نفس الاحساس اللي جاك وانت تشوف دلال لاول مره. اول مره التقيت فيها بدلال في بلاد الغربة أنا كنت غريب رغم أنها في بلدها، بس كنا كغريبين ما يواسيهم شيء إلا حب السينما. تأخرت عليك قوي. ايه ده؟ انا اسمي ماجد. وانا اسمي دلال. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ما اعرف، بس اعتقد اللي المفروض يحصل من زمان. انا حاسه ان انا بحلم. وانا بعد، بس اتمنى الحلم لما يخلص. ممكن اشوفك مره ثانيه؟ اللي انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا قصدي اشوفك كل يوم، كل ساعة، اي ساعة، كل ثانية. انت شكلك شفت الفيلم ده قبل كده. يعني موافقة؟ اللي يقول انه يعرف نفسه فهو يجهلها، وما بين رحلة البحث عنها وانه يحصلها توفيق منتظر يكتبه المولى العلي القدير ويؤمر به ويكون حيث لا راد لأمره. في ذيك المرحلة كان قصوري مع نفسي إني أفهم الأشياء بظواهرها ويغيب عني الجواد، مع إنه يا سبحان الله هو الأساس، وهذا اللي خلاني أطلب من دلال تكون نسخة مني على أساس إني في اللي كنت أعتقده على صواب مطلق. حبيبي أنا حاسة إنك عايز تقولي حاجة بس متردد. يمكن خايف ليكون كلامي يزعل. ليه بقى انت هتقولي حاجة تزعل؟ ماجد في ايه؟ يزعلك لو قلت لك اريدك تلبس الحجاب؟ لا طبعا، بس اشمعنى دلوقتي؟ احنا متجوزين بقالنا 3 شهور، عمرك ما جبت السيرة دي. وهذا انا قلت، ايش رأيك؟ ما دام طلبت رأيي فأنا هجاوب عليك بصراحة. أنا عايز أعرف إشمعنى طلبت مني دلوقتي ألبس الحجاب؟ الحجاب ستر للمرأة وصيانة لها من عيون الناس. الناس هنا بتحترم حريات بعض، وما دام أنا لبسي محتشم فأنا مش شايفة إن في لزوم للحجاب. إيه؟ زعلت؟ يلا نروح. ولأنها تحبني بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى صادق ونبيل، حاولت ترضيني وبدون اقتناع. أنا أريد زينتك لي أنا يا دلال،
حاضر، أهم حاجة ما تتضايقش. أول شيء يشد في المرأة عيونها، وعيونك حبيبتي ما شاء الله فيما خلق، ممكن علشان خاطري بلاه الكحل. يلا يا دلال بنتأخر على العزوم. طب إيه رأيك في شكلي؟ ما شاء الله الحجاب فعلا حلو عليك، بس النقاب بإذن الله بيكون أحلى. لا يا ميك، لا. يعني إيش لا؟ يعني يا حبيبي أنا مش مقتنعة باللي أنت بتقوله ده. الإيمان في القلب، في الداخل، مش في المظهر. يؤسفني أقول لك إنه هذا بيكون سبب الخلاف الدائم بيننا. والله يا حبيبي أنا عمري ما حبيت حد قدك، بس صدقني أنا عمري ما عملت حاجة تغضب ربنا، وإذا كانت مشيئة ربنا إن يكون في بيننا خلاف أو وفاء فأنا مش معترض. دلال عوضتني حس مارغريتا وحنانها، وزادت عليه معنى آخر، وهو العيش المتحرر من تبني أفكار، أفكار الغير على حساب الذات. وتم الطلاق ساعتها. عرفت وأدركت بأن النفس ما تطيب إلا إذا طابت السرير، لكن يا سبحان الله كيف ممكن تطيب السريرة وأنا في النهاية انكتب أني أعيش وحدي؟ وعلشان أكون صريح معك يا ولدي، أعترف لك أني أنا السبب في فشل زواج الثاني مني للأسف. أنا آسف على سؤالي مرة ثانية، الظاهر ذكرتك بأشياء من الواضح أنك كنت تريد تنساها. يا ريت لو كل الذكريات ممكن ننساها، النسيان أحيانا نعم ما تعطى لكل أحد، وهذا قضى الله أني أنا أنحرم من هذا الحلم. أنا أقترح أن نروح البيت. وأنا أقترح أنك توصلني لأبو الفضل. أرجوك لا، بكرة بخليه يمر عليك وبوصيه من الغبشة، بس الحين تروح البيت ترتاح. دكتور ماله أخوك الصغير؟ خايف عليك يا عم. صار لك 4 أيام ما تنام وأنت تبذل مجهود، وكل ما تتذكر الماضي وأحداثه تتعب. بصراحة أنا خايف عليك يا عمي. أنت نسيت أني حصلت شريكة حياتي ولا إيش؟ تشبهوا بعض انتي ومروح. الحاج اخوك يا قية، قصد تشوفي عليها وكأنك تشوفي على نفسك، رايحة جاية وانتي رايحة وجاية بأفكارك، ما تضلي خالية من اي قرار. يضايقك اذا وافقت؟ اكيد بفرح لما تكوني سعيدة. خايف علي منه؟ اخاف عليك يا اختي من همومه ومشاكله اللي ما خفاها لحد الآن. أنا بيعرف أنت في إيش تفكري. ممكن أجلس معه وبحضورك؟ أكيد إذا تكلمنا معه بنعرف أشياء نحن الحين جالسين نخمنها. كلام مقنع وهذا من حقك، وأنا لا يمكن أمانع، بس في سؤال مهم لازم أسألك إياه. ماجد ما أول واحد يخطبك بعد طلاقك، بس هو الوحيد اللي خلاك تفكري هذا التفكير، يا ترى ليش؟ أنا ما أعرف كيف ممكن أجاوبك، بس حسيت إنه رح يعوضني كثير من أيام اللي ضاحت. في هذه الحالة كيف تريد تكلميه وتقابليه وانت بعدك ما موافقة؟ أنا قلت نقابله ونكلمه مع بعض. خلاص نخليه يجي عندنا. يلا قص نحسش لا يسمعونه. احنا ما قاسين نتكلم عنهم، قاسين نتكلم عن البلية والمرض هذا اللي جاي بنا صاحبك شداد. انا ايش اللي خلاني اقول ليش هو بعدك تريد تخبي؟ اسمعني
ضروري تروح المركز الصحي وتعمل فحوصات من ساسك لقمية راسك. احنا بعدنا ما عرفنا هو بايش مريض، ليش نشوف الدواء قبل الفلعة؟ وانت ايش تخسر يعني لو رحت؟ على الاقل انا برتاح. يعني انت خايفة على نفسك ما خايفة علي انا؟ طبعا خايفة على نفسي وعلى اولادي، والزمن كله امراض، وليش احنا نتورط بامراض غيرنا؟ طيب انا بروح في اقرب فرصة. من بكرة بتروح ولا بخبر عليك الحج ورقية؟ شيمة كله ولا رقية، انا ما صدقت انها رضت علي ودخلني معها في مشاريع. مشاريع ايش؟ وليش ما خبرتني عنها؟ ايش عندك بعد؟ احب الروح بالروف علي عم راشد، انا جاي علشان اشكرك لانك كفلتني منصور. اسمعني زين، اتفقنا اني ما اريد اشوف حد وجهك مرة ثانية، سمعت؟ عليك بالنور. وبعدين طال عمرك خلاص، انا وعدتك انتهى الموضوع، وعاد طال عمرك يعني كمل جميلك مرة واحدة ووصلني بطريقك، لأنه مثل ما أنت شايف المحبة يصفر. هوب شوف لي تاكسي. هوبا ايش هالكلام اللي جالس تقوله؟ اللي سمعته وان كان ما يعيبك يا زايد، بس نكذب الكذبه وبنصدقها. ومن هذا منصور اللي بسببه جالس تكلمني انا بهذه الطريقه؟ واحد صاحب مشاكل في يوم من الايام خلينا انا وانت يتصاحب على ماجد ويكون مثل ظله عشان نعرف كيف يفكر وكيف يتصرف. كل هذا اللي انت فيه علشان جاك وطلب منك كمين ريال؟ كل هذا لأنه بعد كل هالسنين رجع وتقرى يوصل لوعد لمحلها. نعم. هي تشتكي وانت تطلع بكفالة. ليش رجعت في حياتنا يا زهر؟ أنا ما كنت أعرف أنه طلع من السجن إلا مما كنت عليه. أنا ما صدقك. براحتك، ما حد يجبرك أنك تصدق، لكن اللي ما تقدر تكذبه أنك كنت معي لما اتفقنا معه، وإنك كنا نطلب منه يسوي الأشياء اللي نريدها منه إحنا الاثنين، وانت كنت تحاسبه، وانت كنت تستقبل منه كل شيء كان يسويه ماجد. تجي تخبرني بعد ما تحاسبه كل مرة، تريدني أذكرك انه كان معك خطوة بخطوة في تجهيز سيارة السباق يا راشد الميكانيكي. سكت سكت سكت. تراني كنت ساكت وانت كنت ساكت، لكن لما تفكر تتكلم معي بهذه الطريقة سامحني، أنا ما ممكن أسكت. صباح الخير طلال. صباح النور، كيفك؟ بغيت أشوف أبو قيصر. أوكي. صباح النور طال عمرك.
طلال موجود هون وريد يحكي معك. اوكي. عزيزة أنا تزوجت. مبروك تبر. ان شاء الله ان شاء الله. اوكي تفضل تفضل. شكرا. مبروك على الزواج ولو انك ما عزمتنا. عزمت على الكل طال عمرك بس ما حد جاء. خبرني ايش اخر الاخبار للاستعداد لمشروع النفط؟ حاليا عن طريق خبرانا بالشركة نقوم بدراسة وثائق المناقصة وبنزور الموقع المطلوب توفير الخدمة له ونجلس مع المختصين بالشركة الكبرى للاستفسار وجمع البيانات حول هذا الموقع. هذا يعني انكم لازم تقدموا العرض اللي يشمل كل الوثائق المطلوبة. نعم طال عمرك بما فيه التكلفة الفنية والخبرات العملية وقائمة بالمشاريع التي تم تنفيذها في هذه الشركة والهيكل التنفيذي وإن شاء الله راح أقوم بإطلاعك بالمستجدات أول بأول. ما أخفي عليك يا طلال أنا كل خوفي من الشركات المنافسة. المنافسة أمر طبيعي طال عمرك بس اللي يطمننا الكوادر اللي موجودة معنا. نعم في هذه عندك حق. نحن عندنا خبراء يقدروا يعطوك القيمة الشبه حقيقية لتكلفة المشروع وفوق هذا طال عمرك هم بإمكانهم يتوقعوا المشكلات والصعوبات المحتملة للمشروع. مدام انت وأمثالك يعملوا بهذا الثقة فأنا مطمن. شكرا للإطراء طال عمرك وأشكرك المرة الثانية أنك أعطيتني هذه الثقة. يا سبحان الله مع اني لما كلفتك بالدائرة كنت رايح وكأنك مقيود للذبح. استفدت منك طال عمرك لما جيت وقلت لي ان الفرصة ما تجي الا مرة واحدة ولازم استغلها واستفدت من كلام الاخ شداد لما جي وقال لي خلي عاطفتك بعيدة عن شغلك وتأكد ان مجهودك هذا انا بقابله بالمكافأة اللي تستحقها. لا اله الا الله هذه ما يدين هذه كرب. جاوبني ولا تجلس تتقمبز علي. حلال كذا ولا كذا تراك بتعرف. يعني خلاص حضرتك بتنسق العمل بين وعد واخت الحاج. والله تعرف الناس المهمين والمسؤوليات لما تزيد على الواحد ما يكون عنده وقت انه يضيعه مع امثالك. صدقني يا اخوي يا عمران أنا فرحان واجد للوضع اللي أنت فيه الحين. يا الله كنت شايل همك أتصدق كني شايل جبل فوق راسي. إلا أنت فرحان بس حتى ذيك الملاك مريم ما شيء ما تسويه من الأكل كل شيء تتفنن فيه مكابيس خبيصة عصيدة كل شيء تسويه. تراها تعزك يا عمران صح أنت صحيح ما كنت ناوي تقول لي. بدون ما أكذب عليك بصراحة ما كنت ناوي أخبرك بشيء. وليش؟ اسأل نفسك ليش مخبي علينا الوجه الثاني منك يا هلال. أنا سبق وقلت لك إني ما جالس أسوي شيء غلط. أنا هذا الشيء متأكد منه بس بما أنك تتبع سياسة الكتمان في شغلك أنا بعد أحب أكون كتوم في شغلي. عموما إذا بغيت أي مساعدة من أخوك ترى حاضر ومستعد. الحين أنا بترخص. رخص لك. لحظة ما بتجي معي عند الشاب خميس؟ لا لا أنا بزور شخص عزيز علي. طيب هذه الزيارة للمهمات الخاصة ولا كيف؟
أنا سعيد إني شفتك يا هلال. تقدر تلبس ملابسك ونخرج شوية؟ نخرج؟ وين نروح؟ أي مكان غير هذا المكان، لأن هذا ما مكانك. صح، تونا جمعنا الشارع، لكن أحياناً ما حد يختار المكان اللي يناسبه. نحن ما بنتأخر، كلها ساعة زمان وراجعين. هذا طلبي، لا تردني يا أخوي. يعني أطلع معه؟ اطمني، هو معاي بخير. انت اللي وصلته ذيك الليلة؟ كل يوم بمر عليه وامشي، على الاقل يغير جو شوية. فيك الخير والله، انا بساعده يلبس. أي أبو الفضل، تكلم، إيش اللي شافك؟ سبحان الله، بالدرجة دي باينة فيني؟ في الحقيقة نسيت أكمل إجراءات نقل كفالتي. انشغلت كثير في الفترة الأخيرة بدراسة المشروع. لا تخلي هذا المشروع ياخذ من وقتك كثير. عفوا، ما فهمتك. قصدي أقول يعني اللي قصدته أنه مثل هذه الأمور ما تتعجل. على أي حال جيب لي الأوراق اللي لازم أوقعها بكرة وكلم قيصر وخلص الإجراءات هذه بسرعة. بالسهولة دي؟ تتوقع أنه ممكن يعرقلك؟ ما أعتقد، قيصر رأس نظيف. يا رب يا الله تمشي الأمور على خير. أنا بستأذن، تأمرني بشيء؟ سلم على الأولاد ونلتقي بكرة. كتابي هذا اللي في يدك؟ حين أكون أنا، ما شاء الله النسخة الثالثة. صدق، أنا نسيت أخبر أبو الفضل إني مسافر الأسبوع الجاي. خير؟ جتني دعوة للمشاركة بلجنة التحكيم بمهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة. إذا أنا استعد. أنت خلي كلام.
أحتاجك في الشغل بجانب أبو الفضل. لا تقلق، كل أسبوع وراجع. هذا الكتاب نوافر النسخة منه. غريبة، هو سبق وأخذ منه أكثر من نسخة. والله ما أدري. السلام عليكم الحاج. خلاص احنا نترجاك بعد صلاة العشاء. سلامك واصل، مع السلامة. بكرة المساء؟ اللي يشوفك يقول لأول مرة تنخطبي. زين، وعن ايش نسأله؟ هذا الشيء انت تقرري. وانت؟ رقية انت ما صغيرة، وأكيد ما طلبت تشوفيه إلا وفي داخلك شيء وتريدي تطمني عليه. إيش هو؟ الله أعلم. زين، وإنت إيش رأيك؟ أنا يهمني إنك تكوني مستقرة وسعيدة، وإذا قلتي موافقة عليه فأنا أقول لك آمين.